بعد خروج مئات من الليبيين في العاصمة طرابلس والمدن الغربية في مظاهرات احتجاجية على تردي أوضاعهم المعيشية وتدني الخدمات العامة، منددين بفساد حكومة السراج والمحافظ المركزي صديق الكبير وما ينهش هذه المؤسسة من فساد مستشري، قامت عناصر تابعة للميليشيات بالرماية على المتظاهرين في طريق الشط وساحة الشهداء في طرابلس، وأظهرت مشاهد مصورة عربات للميليشيات وهي تشرع بالرماية على المتظاهرين الذين قاموا بالهجوم عليها من خلال قذفها بالحجارة في محاولة لردعها عن رمايتهم. وأفادت العديد من المصادر أن هناك إصابات بين صفوف المتظاهرين دون الحصول على إحصائية مؤكدة لأعداد المصابين وإمكانية وقوع شهداء. هذه الأعمال الإرهابية كشفت أكاذيب السراج وأعوانه وتدليس جماعة الإخوان الإرهابية الذين ينادون بالدولة المدنية المزعومة والديمقراطية المزيفة. هذه ليست المرة الأولى التي يقدم فيها الميليشيات الإرهابية على مثل هذه الأعمال الإجرامية، فوقائع غرغور وإنزارة والقربولي والمظاهرات الداعمة للجيش في طرابلس أكبر دليل على التاريخ الأسود للميليشيات الإجرامية التي عاثت فسادا في طرابلس حتى ذاق أهلها ذرعا منهم. لقناة ليبيا الحدث، محمود بن مصباح.